يا إخواننا اقرأوا، يا أبنائنا اقرأوا، اقرأوا شوية، كلفوا أنفسكم. هالوقت الثمين لا تضيعوه بالتوافه، هذا الوقت الثمين لا تطلع انت برا قاعد لي وما عندك حديث إلا أحاديث عادية جدا ما ترتبط بتكوينك وتربيتك. ليش ما تطي وقتك؟ هذا وقتك تأخذ من عنده فرد جزء بسيط لأن تتعلم آداب أهل البيت، أخلاقهم، معلوماتهم، نظرياتهم، ترجع تراجع محتوياتك الذهنية تأخذ عنها فكرة. ها؟ ماكو من هذا الشيء، ما لازم.